اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه اليوم. نتوقف عند تصريحات تبون المثيره للجدل مره اخرى، وخاصه في شقها المتعلق بالسياسه الخارجيه في حواره التلفزيوني الدوري الاخير، بينها قوله ان العام المقبل سيتوج بانضمام الجزائر الى مجموعه البريكس. تصريحات مثيرة للجدل أطلقها تبون مرة أخرى في حواره التلفزيوني الأخير، خاصة تركيزنا في حلقة اليوم عن السياسة الخارجية. من بين التصريحات وفي مقدمها قول تبون إن العام المقبل سيتوج بانضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، وتحدث عن موافقة روسيا والصين وجنوب إفريقيا، وأن الرئيس الجديد البرازيل سيوافق على انضمام الجزائر إلى المنظمة. في المقابل عادة بول يقول إنه عندما يصبح الناتج المحلي الإجمالي للجزائر أكثر من 200 مليار دولار يمكن حينها القول إن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى مجموعة بريكس. صرحت بول أن روسيا دولة صديقة مثل ما هي الولايات المتحدة والصين والهند والدول الأوروبية، قائل أنه سيزور روسيا والصين لاحقا، وذهب لتكرار أن الجزائر تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء وتخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومترا تحت البحر باتجاه إيطاليا، كما تحدث عن العلاقة مع ماكرون وفرنسا، وقال إنه لم يرى شيئا سلبيا من فرنسا في الفترة الأخيرة، ويوجد تعاون وتنسيق أمني ثنائي، ويقول بأنه لا يقبل أن تنحصر العلاقات في موضوع التأشيرات، وأن العلاقات مع ماكرون جيدة جدا، وهو تحرر من عقدة الدولة القوية المستعمرة إلى ونحن تحررنا، يقول تبون، من عقدة المستعمر. تحدث عن تونس، عن ليبيا، السعودية، ونفى أن ملك الأردن كلمه عن أي وساطة مع أي بلد في إشارة للمغرب. إلى أفق بعيد، يعد الرئيس الجزائري بالتحاق الاقتصادي إلى مجموعة البريكس عام 2023. لا يوضح ما الذي ستستفيده الجزائر ولا بما ستفيد في اقتصاد يوازي أكبر اقتصادات العالم من أجل قهر الهيمنة على الاقتصاد العالمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. تريد الجزائر أن يكون لمنتوجاتها معارض في الخارج وفق نظرة تبون، في حين أن المستهلك في الداخل منذ عقود هي منتجات مستوردة تكلف الخزينة العمومية الملايير. يتعهد بأكثر من ذلك الرئيس الجزائري في حديثه للإعلام المحلي رفع إنتاج الغاز إلى الضعف وتصدير الكهرباء لأوروبا عبر إيطاليا على بعد نحو 300 كيلومتر، يروج أيضا لمشروع مد أنبوب الغاز العابر لأوروبا من نيجيريا مرورا بالجزائر. الأزمة العالمية الممتدة منذ سنة تحاول الجزائر ترويضها لصالحها من خلال استثمار مواردها مع الغرب. تبقى الخطط ضمن مستقبل قريب لم يبت فيه عن طرق التعامل مع صفقات ربما قد تستغني عنها أوروبا في ظل عالم متغير ومتقلب في علاقاته وصفقاته. على مستوى العلاقات الدبلوماسية الخارجية، ينفي تبون ما جرى الحديث فيه عن وساطة أردنية للتقريب بين الجزائر وجارتها المغرب، ولا تباعد بين الجزائر وبين المملكة السعودية، بل على العكس تقارب ربما صدقته الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية السعودي إلى البلاد. وتونس التي تعرف موجا يعارض ممارسات الرئيس فيها وتفرده بالسلطة يصفه الرئيس الجزائري بالقومي والوطني حتى وهو يقسم الشارع التونسي في أحلك مراحل البلاد. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من لندن محمد عربي زيتوت الدبلوماسي السابق، ومن كندا من موريال سعد كرميش الباحث المختص في الوقاية من المخاطر. قبل أن نبدأ نقاش نسمع تبون وحديثه عن الانضمام إلى مجموعة البريكس. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع
التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير، اليوم ما تبقاش شعار، فتنا إلى أمور ملموسة لاسافيكس باش تولي عندها دي زيكسبوزيسيون بيرمانونت في بعض الدول الإفريقية في انتظار ما نكونوا في كل مكان، ويكتب التصدير تاعنا ويصبح البي اي بي تاع الجزائر لما يفوت 200 مليار دولار انا بدينا نقربوا، بقينا نقربوا للبريكس، نكونوا احنا بلاك متوالى من البريكس ما نكونوا فيهم ان شاء الله. محمد العربي سيتوت ما رايك؟ التبون يقول ستتوج سنه 2023 بالانضمام الى البريكس، ثم يعود ويقول انه سنقترب من البريكس عندما يفوق الناتج الاجمالي للبلد 200 مليار دولار. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لك والاخ سعد وللضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. تبون يقول برك يا اخ جمال، تبون يقول برك ويقول اي شيء الى درجه انه مثلا يقول ان سكان الولايات المتحده يساوون تقريبا سكان العالم العربي مثلا على سبيل المثال، يقول مثلا ان فرنسا هي خامس بلد في العالم رغم انها هي السابعه اقتصاديا وليس الخامس على سبيل المثال. فهو يقول برك في هذا، انا نتكلم على هذا الخطاب، مش نتكلم على النهار اللي قال باللي احنا عندنا افضل منظومه صحيه في افريقيا وحب من احب وكره من كره واشياء اخرى شبيهه يعني. هو يقول برك القضية تاع البريكس، يا ليت الجزائر كانت قادرة تكون في منظمات عالمية بما فيها البريكس اللي هي تحدي حقيقي للغرب وللولايات المتحدة، ولكن بأي إمكانيات؟ يعني الجي دي بي أو الدخل الخام تاع الجزائر هو يعترف باللي ما يوصلش 200 مليار دولار، 170 مليار دولار العام اللي فات، 170 مليار دولار هو بالضبط 1% 1% من جي دي بي، من الدخل نتاع الصين. الدخل الخام، الدخل الداخلي الخام. طيب تنضم، هاك انضميت للبريكس. ماذا ستفيد البريكس؟ وما هي التزاماتك؟ ما هي السلبيات الانضمام؟ ما هي الايجابيات الانضمام؟ هل هناك دراسات على هذا؟ ما هو موقف، كيف سنرد على الغرب اللي راح ينزعج انه بلد متخلف وضعيف وشعبه يقول تبون مزور جابوه العسكر يدخل معهم في تحديات؟ هل يستطيعون، هل استطاعوا مثلا ان يكملوا المناورات مع الروس اللي كانت في نوفمبر الماضي ودرع الصحراء وحديث كبير ومقاومه الارهاب وكافحه الارهاب، لكن الامريكيين قالوا لهم نيات ما فيش مناورات، فقالوا خلاص ما فيش مناورات. طبعا الروايه الاخرى تقول بانه الروس هم الذين بسبب انشغال قوات الروسية في الحرب في أوكرانيا لم يرسلوا القوات لهذا التمرين. ثم أنت كنت تقول على البريكس، رد تبون يقول موسكو وافقت، بكين وافقت، جنوب إفريقيا وافقت، يقول أنه الرئيس البرازيلي الجديد مضمون. ثم لا، أين الإشكال لو انضمت الجزائر؟ يعني جنوب إفريقيا، البرازيل، السعودية تريد الانضمام، إيران، دول كثيرة، مصر. نعم، انا قلت لك يا ليت، انا ما مانيش ضد ان انضموا للبريكس، قلت لك يا ليت عندنا الامكانيات السياسيه والمعنويه والماديه وخاصه مشروعيه نظام الحكم لكي ننضم لل هذو اللي ذكرتهم كلهم ما عندهمش، ما خرج الشعب 3 سنوات هو يقول تقريبا، يعني منذ 3 سنوات ونصف الان تقريبا 4 سنوات، منها 17 شهر على مرحلتين يقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ونظام مزور وتبون مزور جابوا العسكر. ربما في هذه الناحية ربما البلد الوحيد الذي فيه رئيس انتخب مع كل جدل رئيس البرازيلي مؤخرا، رئيس الصيني فرض منطقة، هو بوتين كان يلعب لعبة الكراسي الفارغة مع ميدفيديف، من الهند خطاب يتهم بأنه خطاب تقسيمي لرئيس الحكومة الهندية، جنوب إفريقيا الرئيس العالي في مشاكل اتهامات بالفساد وغيرها. رب شوف جمال، صحيح، لكن ما عندهم شعب خارجي يتظاهر ويحتج ويقول تبون نزور، عندهم مشاكل أو ديكتاتوريات، لكن القضية هنا هل هناك شعب خارجي يتظاهر ويطالب بتغيير نظام الحكم تغييرا جذريا
وفق الدرجه الجزائريه يتنحوا كاع، هذا من جهه. من جهه اخرى انت قلت باللي هناك روايه اخرى الروس هم، لا لا مش صح، الروس منزعجين من الغاء المناورات، ولان الروس كانوا قالوا بلي راح يجيبوا 100 جندي روسي، يعني واش يشكل 100 جندي؟ راهم يوميا يموتوا 100 جندي روسي على الاقل كمعدل في اوكرانيا، يعني الامريكان والاوكراني يقولوا اكثر من ذلك، فما كانش عندهم مشكله. لا، الامر كان امر امريكي اساسا، لو كان هذا عندنا نظام شعبي وشرعي ونابع من شعبيتي يقول لهم لا انا عندي سيادتي وعندي الشرعيه وعندي شعبي وجاي من طرف شعبي، ولن تستطيعوا ان تفرضوا علي ما هي العلاقات الخارجيه التي اقيمها. لما قال تبون، ولعلك لاحظت هذا، لما قال انه سيزور موسكو وموسكو صديقة، أضاف بسرعة بسرعة راح قالوا الصين صديقة وأمريكا صديقة وأوروبا صديقة وفرنسا صديقة، أضاف بسرعة، خاف يعني يقولوا له. لكن ليس هذه واقعية سياسية، يعني ربما نوع من الدبلوماسية، لماذا توضع في صف الخوف؟ يعني تبون تمت دعوته إلى واشنطن لحضور قمة إفريقيا، أمريكا لم يذهب، قال من يريدونني أن أزور أن أزور يدعونني، الروس دعوني، دعوه شخصيا، لو دعاه بايدن ربما ذهب. والله جمارك تكلمنا على تبون، كل لي هذا تبون أنا أعطي وجهة نظر الأخرى لأنه الرأي الآخر رأي موجود، أنت تعرف ذلك. نعم أنا عارف، وكأنه من قلب الشعب وعنده شرعية، ما لا يستطيع أن يرد على الجنرالات. أنت شايف شنقريحة فارض نفسه أنه حتى لما يجي الملك الأردني لازم يزور شنقريحة، ولما يجوا زوار أجانب لازم يزوروا شنقريحة، في إهانة لما يسمى بتبون، وفي قباحة يعني ووقاحة من الجنرالات اللي ما كانوش يديروها من قبل، كانوا يتخباوا في الخلف ويديروا الصورة. الآن لا، قال لك نحضر، ولو يحضروا حتى طبعا، ولكن في السيرة المغافر الرأي الآخر أنه تبون سئل هذا السؤال، دير شبيغل قال أنا الحراك وأنا القائد العالي للقوات المسلحة، رفض سؤال دير شبيغل أنا العسكر هو الذي جاء به وأنا القائد العالي للقوات المسلحة، أنا أعين قادة الجيش، وأنه في الحقيقة شنقريحة أخذ وقتا حتى ثبته ورسمه تبون قائدا للأركان ورئيس للأركان. تبون أقال كم من قائد للمخابرات مثلا؟ هل يصدق واحد في الجزائر خارج الأذناب أو الذباب، هل يصدق أن تبون جاب روحه وشعب ينتخبه؟ هو الشعب الجزائري خرج درك، لو كان وجهة النظر الأخرى إلى آخره، لو كان الشعب الجزائري ما خرجش في الأيام اللي قالوا فيها انتخابات تاع 12-12، خرج يوم 11 و12 و13 و14 وخرج الشعب الجزائري ورفض الانتخابات ثم رفض تبون، هذا منين نجيبه؟ معنا لازم شعب اخر يعني. والنسبه حتى لو افترضنا يعني تبون في نهايه المطاف باقل من 4 ملايين بالتزوير وبنفخ النسب، يعني باقل من 4 مليون من 24 مليون ونص ناخب. ودير شبيغل لما يقول لهم انا الحركه وبوتفليقه كان يقول انا الجزائر انا الدوله سيمولا كارناسيون دليطا، فهذو يقولون ما شاءوا، لكن عندما العسكر شافوا أن الشعب يريد الإطاحة بالنظام سارع القائد صالح في خديعة كبرى إلى إزاحة بوتفليقة وتغييره، لأنهم خافوا أنه يسقط نظام العسكر، يسقط نظام المخابرات الإرهابية يعني. سعد كرميش ما رأيك؟ أنت لك رأي آخر في المجموعة أصلاً، منظمة مجموعة البريكس. تبون يقول أنه سيتوج العام المقبل بانضمام الجزائر إلى هذه المجموعة. السلام عليكم، جمال تحية لك، يا تحية الأستاذ العربي، تحية لكل حرائر وأحرار البلاد في الداخل والخارج، خاصة الذين يتبعون في سجون هذه الطغمة العسكرية. يعني عودة إلى سؤالكم، أنا قلت لك يعني سابقا هذه المنظمة البريكس يعني هي ولدت ميتة أو ولدت بالأحرى فاشلة، وإذا حبيت تشوف التاريخ تاعها، لأنه الهند قامت على أساس الهند والصين، وبين الهند والصين يعني مشاكل أكثر بين النظام الجزائري والنظام المغربي، يعني فقط تاع الصحراء الغربية، هم عندهم مشاكل في نيبال، مشاكل في سريلانكا، وخاضوا حرب في سنة 1962 في 30 يوم، وكان حتى مناوشات في السبعينات، وكانت مناوشات بيناتهم حتى في 2011 و2013 و2017، ومؤخرا شفنا مناوشات بالأيدي بين جيشي البلدين، وعندهم مشكل تاع تيبت لما احتلت الصين تيبت الدالاي لاما وجماعته هربوا، كما راهم هربوا من الصين من تيبت إلى الهند كما راهم هاربين الجزائريين الآن.
في ضمن منظمة البريكس يعني تعاملت على أساس أنها تخفض التوترات بين الهند والصين يعني بإجراء علاقات اقتصادية وتجارية يعني باش تخفض هذا التوتر بيناتهم. صحيح أن التوتر يعني انخفض شوية، حبوا يعوضوا التوتر الجيوسياسي بالمعاملات الاقتصادية. يعني لو تجي أنت مؤخرا عاود حدث شرخ كبير في البريكس، الشرخ هذا هو لما بدأت أمريكا تعاقب الصين يعني بفرض عقوبات توريد يعني أشباه الموصلات وأدفانسد ميكرو شايبس يعني التي تستعمل في الذكاء الاصطناعي للصين، وبدأت العقوبات يعني منذ أن جاء باراك أوباما واشتدت في عهد ترامب وثم يعني يستكملها اليوم جو بايدن. الأمريكان كانوا يبحثوا على سوق بديلة، يعني الصين هي مصنع العالم والأمريكان كانوا يبحثوا على مصنع جديد، والآن الشرخ الذي حدث أن الصين أصبحت ترى في الهند أنها العدو اللدود. إحنا نشوف الآن كبريات شركات التكنولوجيا جوجل فيسبوك أبل كلها تنقل في شركاتها إلى الهند، وهذا يزعج كثيرا الصين. إذن زاد حدث شرخ كبير، ويعني أمريكا كما انتبهت مؤخرا إلى نفوذ الصين في إفريقيا انتبهت إلى نفوذ الصين في الهند، فأرادت أن تسبقها إليه بنقل التكنولوجيات إلى الهند. لما نجي علاش أمريكا بدأت تنقل يعني الشركات الأمريكية تنقل مصالحها للهند، وحتى إلى فيتنام برغم الدماء بين كثير من الشركات المصانع الأمريكية أبل وغيرها في فيتنام كذلك بدلا من الصين. هذا هو الشيء اللي حاب نجي ليه، لأنه ليش الأمريكان ينقلوا مصالحهم للهند وفيتنام؟ أولا لتحجيم الصين ومعاقبة الصين واحتوائها، وثانيا لأن الفيتنام والهند يد عاملة رخيصة، بالإضافة إلى أن البلدين أصبحت لديهم عمالة مؤهلة تتحكم في التكنولوجيا. يعني قبل كانوا حابين ينقلوا المصانع، بصح الهند ما كانش عندها عمالة تتحكم في التكنولوجيا. الآن بموجب أن الهند أصبحت عندها عمالة لا بأس بها تتحكم في التكنولوجيا، فهذا يضمن للشركات الأمريكية نقل مصانعها إلى الهند والفيتنام، وبذلك يعني تستحوذ على عمالة رخيصة وتتحكم في التكنولوجيا من ناحية أخرى. إذن إحنا إذا جينا حبينا نكون يعني أي بلد مش غير الجزائر إذا كان يحب يكون عضو فعال أو عضو يعني مؤثر في أي منظمة سواء البريكس أو منظمة إقليمية لازم يكون عنده وزن اقتصادي والآن وزن علمي. خليني برك أكمل لك هذه الفكرة الأستاذ جمال. إذن أنت الهند استثمرت في البحث العلمي ولذلك يعني استوردت أو جابت مستثمرين ينقلوا مصالحهم للهند. لما نجي نقارن إحنا الجزائر يعني هذا تصحاح الوجه أنت تبون وجمعته كيفاش ماذا تقدمون أنتم للهند أو إلى الصين؟ أنت تعرف أستاذ جبال في ميزانية 2023 ميزانية البحث العلمي في الجزائر 0.1 مليار دولار، يعني ما لحقتش حتى ميزانية الهيئة المستقلة للانتخابات في 2023 مع أنه ما فيش انتخابات مبرمجة في 2023. ميزانية الهيئة هذه أكثر من ميزانية البحث العلمي. كيفاش الناس يعطيوك قيمة أنت ماكش تستثمر في العلم؟ أنت تعرف الأستاذ جمال الآن الصناديق السيادية والبنوك عملوا قوانين أنه الاستثمارات المستقبلية كامل تكون في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، يعني يزاوجون بين الاقتصاد الرقمي الرقمنة والاقتصاد الأخضر. ولكن تبون يقول الجزائر لديها ما تقدمه، نسمع ما يقوله، لديها كهرباء فائدة وبإمكانها حتى أن توفرها إلى أوروبا. نسمع تبون. ثانيا احنا ما عندناش إلا الغاز، عندنا الكهرباء اليوم فيه فايد نتاع كهرباء. اون فالي اكسبورتي. انا بروبوزي. احنا اقترحنا عليهم. واعتقد ان بعض الدول اليوم وصلوا في اطار التقشف وداك الشيء
هم يقطعوا الكهرباء في اوقات معينه، احنا نعطيهم فرصه باش نصدروا ونقوى التصدير. قوى التصدير انا اقترحنا على بعض الدول الصديقه اننا ندير كابل يربطنا باوروبا في اقرب نقطه مع ايطاليا، هي 270 كيلومتر، ماهيش بعيد، 270 كيلومتر يعني اقل من المسافه تاع العاصمه مع وهران. كابسو ماران لي من بعد الانتاج يكون في عندنا بار، يكون محطات كبيره تاع توليد الكهرباء، وبالاخص انا اليوم احنا رانا نصدر، رانا نصنع التوربين اغاز، كل الامكانيات متوفره باش حتى اللي ما عندوش امكانيات، ما عندوش غازوديك يديروا الغاز، نعطيه الكهرباء مباشره. اما بالنسبه للغاز باش نرفع المستوى، الحمد لله رب زيتو تبون، ليس لدينا غاز فقط، لدينا كهرباء طبعا، مع انه الكهرباء الجزائر يتم توليدها من الغاز، وازمه في اوروبا ورهان كبير حول الغاز مع هذه الحرب الاوكرانيه، الغاز الروسي لاوكرانيا، وان الجزائر قادره، لديها فائض من الكهرباء، اوروبا تعاني، وباستطاعه الجزائر تمويل اوروبا عبر هذا الكابل، حتى اللي ما عندوش هذه الانابيب باستطاعه تبون توفيرها عبر خط كهرباء. لو كنت من الذين امنوا بان فرنسا راح تتسخن الحطب في 2019 كنت طبعا هذا الحديث تاع تبون اكثر من فرنسا تسخن الحطب، والقوري واللي يديروا لاشين باش يدوا الفيزا باش يدخلوا الجزائر، يعني يضاربوا باش يدخلوا يخدموا عندنا. طبعا يلعب على وتر خاصة ربما بعض الشباب أو بعض الناس اللي ما يعرفوش العالم كيف يسير أو عايشين تحت ضغط البروباغندا الداخلية، يلعب لهم على وتر الوطني. من لا يريد الجزائر أنها تكون دولة مصدرة، تصدر الكهرباء وتصدر الطائرات حتى، وتصدر حتى الصواريخ اللي يروحوا للمريخ، من لا يريد ذلك؟ لكن طبعا الحال هذا كلام سخيف وكلام غير مؤسس. اولا قضيه التوربين، قال احنا نصنعوا التوربين، لا ماناش نصنعوا، رانا نركبوا. ومرات ما ينتبهش ما بين انه يجيبوا ادوات مفككه ويركبوها، كما كانوا يقولون انا نصنعوا السيارات، ومن بعد ظهرت انها نفخ للعجلات. ونفس الشيء حتى قضيه التوربين اللي ذكرهم. الامر الثاني، هل لو صدقنا ان بالفعل احنا قادرين نبيعوا الكهرباء، هو عندنا ملايين جزائريين يعانوا من مشكل الكهرباء ومن قطاعات الكهرباء خاصة في الصيف، ملايين. عندنا مئات الآلاف الجزائريين يعانوا من الكهرباء وينحولهم الكونتور أو ما توصلهمش الكهرباء، أو في اللي هو اعترف قبل 3 سنين قال راهم في حدود أكثر من 8 ملايين اللي في مناطق الظل، سماه هو الظل، الكهرباء أصلا دينا خيوط من أي مكان يعني. فكاين إشكال. إذا كنا قادرين، وراك أنت أشرت إلى نقطة، الكهرباء أصلا إحنا منين ننجوها؟ من الغاز. علاش نحولها إلى كهرباء ونعاود نبحث وندير خط 270 يوصل إيطاليا وإلى آخره؟ ما هو الغاز أصلا الآن هو مطلوب عالميا، والجزائر ليس لديها إمكانيات كبيرة لتصديرها. أقصى ما نستطيع تصديره باعترافه هو 52 مليار متر مكعب. ليست كمية كبيرة طبعا، ولكن قال في التصريح أن هناك زيادات ستكون، سطلب من سوناطراك أنت زيادة الإنتاج، مع طبعا الجدل حول إمكانيات ذلك. كل الخبراء بما فيهم خبراء جزائريين سابقين وكانوا بعضهم مسؤولين في سوناطراك يقولوا ما عندناش إمكانيات زيادة إلا أننا نقطع من الغاز على الداخل، إلا أن نقصوه على الجزائريين. كلهم يقولوا في أقصى التقديرات إذا استعملنا تكنولوجيا جديدة ونقصنا من الغاز اللي يضيع إلى آخره راح نربحوا 4 إلى 5 مليار، ولكن هذه كمية صغيرة جدا يعني. لا تنسى أن الروس كانوا يصدرون ما يقارب 200 مليار متر مكعب في السنة إلى أوروبا، أوروبا فقط، إلى أوروبا فقط. ففيه في 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 نوع من الانتفاخ والكذب، مثل ما كان يقول ولا يفرق ما بين المداخيل وما بين إنتاج محلي وما بين مداخيل خارجية، يقول أن الزراعة جاتنا 25 مليار دولار، ومثل ما قال أننا استرجعنا 20 مليار دولار من الأموال المهربة، ومثل ما قال
ان الدول الغربيه راهي وعدتنا وباش تساعدنا ونسترجعوا كل الاموال المهربه هناك الى اخره. هذا كله كلام فارغ، لان الناس لما تشوف على الواقع وتشوف على الارض، هذا اللي يدفع الجزائريين اكثر فاكثر الى الغضب والى الانزعاج. يزعم انه يصدر ويريد ان يبني حتى خط قد يكلف 3 الى 4 مليار دولار مع الطليان، ولكن الجزائريين اللي ما يقدرش يدفع الكهرباء يحل الكونتور، واسر كامله تبقى في الظلام. طبعا قصه اوروبا والكهرباء كان برنامج ديزرتاك او مشروع ديزرتاك، فعلا توليد الكهرباء عبر الطاقه الشمسيه في الجزائر وتوفيرها لاوروبا، كان هذا مشروع الماني يقال بانه قبر بتدخل لوبيات، يعني طبعا مع كل الجدل حول هذا الموضوع كذلك. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم، الطاقة الشمسية وإلى حد ما عندنا أيضا طاقة الرياح، هذا ممكن لو كان عندنا دولة لا تخضع لفرنسا ولا تخضع للوبيات داخلية وخارجية تفرض عليها وش تدير وش ما تديرش. الألمان انزعجوا بشدة ثم ذهبوا إلى المغرب، وهناك أنشأوا الآن صناعات هائلة في قضية تصدير الألمان وغير الألمان في قضية استخدام طاقة شمسية. نحن منعنا من استخدام طاقة شمسية، مع أن مساحة الجزائر مقارنة بالمغرب سواء بالصحراء أو بدون الصحراء هي 4 إلى 5 مرات يعني المساحة. ثم أن الصحراء الجزائرية مقارنة بالصحراء المغربية الجنوب المغربي، وحتى لو أضفنا لها الصحراء الغربية، هذه صحاري فيها الميديتي اللي جهة من المحيط الأطلسي، بينما الصحراء الجزائرية هي صحراء قوتها في إنتاج الشمس طاقة الشمسية أقوى وأفضل بكثير. للأسف ليس لدينا نظام حكم مشروع وبالتالي يرى مصالح الشعب ومصالح الوطن ومصالح الدولة. طيب تبون يرى يقول العكس، نسمع تبون وحديثه عن الاستثمار مع إيطاليا. ماشين كاميون رئيس انفييت عندها امكانيات اللي بون اليوم راها تحت سلطه الجيش، مي قادرين نصنع الكاميون تاعنا مع ايطاليا، قادرين نصنع التراكتور تاعنا، التراكتور من 500 شيفو حتى التراكتور دو رومورك، التراكتور في اغريكول اليوم قادرين نصنعوا، غادي نصنعوا معاهم بور لي جون تاعنا لا فيسبا، ندمجوها في الشركه نتاعنا تاع قادمه. ما خدوش المانع باش نعاود نصنع دوك لي توك توك، يستنفعوا بهم الشباب، يستنفعوا بهم الفلاحين، يستنفعوا في الريف، التجار الصغار يستنفعوا بهم، اصبح انتاج وطني ويتصدر، امور مطلوبه في الخارج. اذا الا كان الناس اللي يشتغلوا في هذا القطاع مع اجانب، انا نطلب منهم حاجه يعني روح وطنيه عاليه راك تستفاد منه وتستفاد من التكنولوجيا، حط راسك باش غدوه تولي انت المنتج. سعد كرميش مراك، حط راسك تولي غدوه انت المنتج. تبون انتاج توك توك والفيسبا واسفي يقول للاسف انها اصبحت تحت سلطه الجيش، طبعا من تصدير الكهرباء الى ايطاليا، التعاون مع ايطاليا لانتاج توك توك وفيسبا. طبعا تستفاد انت من ايطاليا، تعطيك ايطاليا. انت هذا الاسبوع معهد ماسوشيسات ام اي تي اعلن يعني ثوره بعد ثوره الاندماج النووي، اعلن الامريكان في ماسوشيسات اعلنوا ثوره جديده وهي صناعه الالواح الشمسيه من البلاستيك، يعني يترولا، وهذا البلاستيك تطبعه في الات طباعه بكميات ضخمه، وهذا الخبر راح يحدث ثوره كبيره في عالم الطاقه. انا نذكر انه يعني انت تبول يهدر يعاودوا الايطالي، احنا عندنا مراد دهينا خريج هذا المعهد، معهد العباقره، يحطوا تبول على قائمه الارهاب ويروح للايطاليين يعاونوه باش يدير الايطاليين. واش يعطوك الايطاليين؟ انت تشوف ايني اللي عندها 50 سنه في الجزائر ومترتين عن الجزائر راح تدير استثمارات الطاقه الشمسيه في صحراء كاليفورنيا، ما جاتش من الجزائر لانهم لا يثقون فيهم بتاتا. ثم هذا تبون يحوس يعني يصدر الكهرباء الى اوروبا. انت تعرف سولان غاز تاخذ الغاز من سوناطراك بثمن شبه مجاني وتحولوا الى كهرباء.
يعني عندها دي ديفيسيت تاع الملايير وهي تغرف من الخزينه، تغرف من الخزينه العموميه. هل التكلفه اللي رايح ينتج بها هذا الكهرباء يقدر يسترجعها؟ ثم انه يعني يجي يتكلم على على الطاقه الشمسيه وقال يعني المره اللي فاتت 6 شهور سنزود الادارات بالطاقه الشمسيه، وين هذا الكذب نتاعها؟ انت تعرف لو تشوف في ميزانيه تبون نتاع سنه 2023 الميزانيه اللي خصوها للطاقات المتجدده 25 مليون دولار، 0.025 مليار دولار. شوف شوف العبث. في المقابل تاخذ ياخذوا الجنرالات 23 مليار دولار والعالم كله يعني يجري عقاب الطاقات البديله هذه ويستثمر ملايير الدولارات. احنا كنا نحكيوا عن البريكس، يعني الصين وحدها استثمرت حوالي 500 مليار دولار في الطاقات المتجدده، هو ب 25 مليون دولار يحوس يعمل طاقات متجدده. يعني لو تشوف البيجي الميزانيه نتاع رئاسه الجمهوريه تاع تبون اللي يصرفها على الجماعه نتاعو والمستشارين نتاعو وكامل هذول اللي محيطين به، يعني تساوي 10 مرات الميزانيه اللي خصوها للاستثمار في الطاقات المتجدده. انت لو تشوف الرقبنه في الميزانيه تاع تبون خسروا لها 139 ألف دولار، يعني 0.0013 مليار دولار. الخبراء يقولوا ان وزاره الصحه في اي بلد باش تراقبن فقط وزاره الصحه لازم لك على الاقل 1.5 مليار دولار. ولكن تبون يعني تبون اكد كم من مره على موضوع الرقمنه، يعني في حواره كم من مره تحدث عن الرقمنه وفي الحوارات السابقه كذلك. اي بالحديث نعم، بصح روح تشوف الميزانيه اللي خصوها للرقمنه 0.0013 مليار دولار، هذا واش خصوه للرقمنه؟ كيفاش تعمل هذا الرقمنه؟ هذه 139 الف دولار مصروف بتاع جنرال او مسؤول كي يروح يقعد سمانه في اوروبا، هذه رايحين يعملوا بها الرقمنه. انا قلت لك الخبراء يقولوا يعني باش ترقمن وزاره فقط كوزاره الصحه لازم لك 1 أو 1.5 مليار دولار. طيب يبقى معنا سعد كرميش محمد العربي زيتوت، قبل ان تودي على نستغل وجودك نسمع تبون وحديثي عن ليبيا، طبعا انت دبلوماسي سابق في ليبيا، نسمع ما يقوله تبون عن ليبيا. مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا. احنا فتنا مع مرحلة والجزائريين يعرفوها والجزائريات يعرفوها، وهذاك اللي قوات حبنا في الجزائر وحبنا في الجزائريين كلهم، فتنا مع مرحلة وين الدولة ما بقاتش. 1992 الرئيس شادي رحمه الله استقال، المجلس الوطني تحل، الإرهاب شعل، وصلت حتى كنيسة سانت إيجيديو جمعة مسؤولين ومسؤولين كبار باش تلقي بيناتهم. من بعد الروح الوطنية تغلبت، الناس الشعب ناض، قال بركانة تفاهموا في بعضكم بعض وداروا مسيرات نتاع النساء ونتاع كذا ونتاع كذا وحلينا مشكلنا وحدنا. كل الناس كانت تغدي في محمد عربي زيتوت، ما رايك؟ تبون كان يقول طبعا الكلمه كل الناس كانت تغدي في الوضع في الجزائر وانه الجيش لم يكن يحصل على سلاح على بندقيه، ما رايك؟ ما رايك في كلامه و يعني خلط ليبيا بسانت إيجيديو والازمه في التسعينات في الجزائر؟ اللي اليوم بالمناسبه هي الذكرى 31 بالضبط يوما بيوم لاعلان العربي بالخير واعلان الجزائر يومها ان الجبهه الاسلاميه للانقاذ فازت ب 188 صوت، فازت وجات بعدها الجبهه الاشتراكيه ومن بعدها الافلان وثلاثه مستقلين، وكان هناك دور ثاني المفروض بعد 3 أسابيع. المشكله نتاعو انه الدقيقه اللي فوتوها فيها كثير من المغالطات والخروطات في نفس الوقت. تكلم لما تكلم على سانت إيجيديو قال المسؤولين هناك الكبار التقوا، كانوا يسموهم خونه، كانوا يسموهم خونه، ما كانوش يسموهم مسؤولين بالمناسبه، وهو كان في وزاره الداخليه انذاك وهو من اشرفوا على ارسال الناس الى الصحاري وين اجرت فرنسا التجارب النوويه والبيولوجيه والكيميائيه. شوف ولكن للتاريخ كان منصبه حينها وزيرا منتدبا للمندوبيات البلديه التي استخلفت خلفت البلديات حينها التي حلت حينها،
خاصة التي كانت يسيطر عليها الفيس. ايه هو لكن هو من الذين اشرفوا في وزارة الداخلية، داروا ذاك الوقت لجنة، لان اللي اشرف الحقيقي والمشرف الحقيقي هي الجنرالات يومها المخابرات، ولكن هناك وزارة الداخلية نسقوا معاهم كمدنيين، نسقوا معاهم يعني. هو كان احد المشرفين على هذه اللجنة، موجود، اعرف تفاصيل كثيرة في الموضوع، الوقت لا يسمح فقط الحديث عنها. شوف، حتى نكون منصفين، بالرغم رفضي لهذه النظام، هذا نظام غير شرعي، وبالتالي كل ما يأتي منه غير مقبول، لكن في موضوع ليبيا هو الأقل سوء. الموقف تاع هذه العصابة في موضوع ليبيا هو الأقل سوء في كل مواقف الخارجية، سواء في مالي أو النيجر أو المغرب أو تونس أو مع السعودية، إلا في ليبيا، لأنه موقف أقرب إلى عموم الشعب. وهذا راجع في الحقيقة، أسبابه هو أنهم شافوا أن حفتر هدد الجزائر عدة مرات، وأنه لعب في أيدي عسكر مصر، وأيضا النفوذ الإماراتي الهائل إلى آخره، فأخذوا موقف أقرب إلى أنه الأقل سوء كما قلت، ليس جيدا تماما، لأن المفروض أن الجزائر هي اللاعب الرئيسي في ليبيا وفي الدول المجاورة، باعتبارهم أشقائنا وباعتبارهم جيراننا وباعتبارنا أيضا أن الجزائر مش أي بلد يعني. أما في تونس فطبعا كارثة، لأنه راح ينفخ في إنسان يعبث بتونس ويكسر فيها، وجاءت الانتخابات التونسية قالوا له أنك فزت، لأن المشاركين هم 8%. وأمس سمعت أنا قيس سعيد يقول أنه راهم كاين اللي دخلوا حتى لهذه الانتخابات واخترقوها له يعني، يعني حتى ربما اللي شاركوا في الانتخابات مش راضي عليهم يعني، بالرغم أن الانتخاب التونسي الشعب التونسي في اقل من الناس. طيب، ربما ما دام تتحدث عن هذا نسمع تبون وحديثه عن تونس وقيس سعيد. تعرف نحترم اخي قيس احترام، لان نعرفه انسان نزيه، انسان مثقف، انسان قومي. ما ندخلش في الامور الشؤون الداخليه نتاع تونس. نحترم الشعب التونسي اقصى احترام بكل اطيافه. احنا اللي علينا باسم الجوار والاخوه والماضي المشترك، ما ننساش، عمرنا ما ننسى اللي فيه اطفال ونساء ومشايخ ماتوا في سقي يوسف من اجل الجزائر، وما ننساش باللي كانوا هما القاعده الخلفيه نتاعنا. وتونس من استقلالنا الى يومين هذا ما شفنا منها حتى مشكل، كلهم. اذن خلي تونس تحل مشاكلها، وحنا اللي احتاجونا رانا هنا، ما احتاجوناش الله يعاونهم وخلاص. تونس تخرج من المشاكل تاعها، انا عارف فيه طبقة سياسية في تونس بدي تتغلب عليها الروح الوطنية ويسمحوا في حقهم باش تونس ما تنهارش. ما اعتقدش ان تونس تنهار، هذه كلها تبقى امور داخلية للسلطة التونسية وللشعب التونسي. ولا انا ما نسمحش نفسي وما خليناش حتى ناس اخرين قلنا عليهم علانيه باش يتدخلوا في الشان. ويتحدث بثقه تبون محمد عربي زيتون، قال انه يثق في مواقف ماكرون، وماكرون اللي هو خرج لها علنا في المعادات خاصه المسلمين اللي يعتبرهم انفصاليين وسيباراتيست وتهجماته على الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخره. ماكرون طبعا، ماكرون يتحدث مع تبون وكانه جاءت مكالمه من السماء للاسف. يتحدث طبعا، لكن هذا الكلام طبعا نفاه، هذا الكلام ماكرون قال هذا الكلام غير صحيح، وانه بالعكس انه عندما اثيرت هذه القضيه قال انه يمكن كل احترام للاسلام يعني. ربما وما دخل ماكرون بتبون كان يتحدث عن تونس، وانه بالعكس يقول انه رفضنا التدخل يعني، ربما من كلامه حتى فرنسا غير مسموح لها بالتدخل في تونس. انا تحدث على تبون قال عده مرات بانه يثق في احكام ومواقف ماكرون، في الوقت اللي كان ماكرون يخرج قوانين يسميها للسيباراتيزم ويهاجم بها المسلمين بشكل لا أساسي. هو قال فرنسا الحكومه الفرنسيه للامانه يعني ذاك قالت السيباراتيزم انه الانعزاليه او الانفصاليه تخص التيارات الاسلاميه السياسيه ولا علاقه لها بالدين يعني حينها، وتم توضيحها. هذا ليس صحيح. الدليل انه تم اغلاق عشرات المدارس وعشرات المساجد، واصبح مساجد تتهم بانها خطابها بالنسبه للسلطات الفرنسيه متطرف.
لانهم قالوا مثلا ان المثليه ما عندناش في الاسلام المثليه مثلا. هل يقولوا باللي لازم يقولوا باللي باش ما يولوش متطرفين يقولوا نعم للمثليه؟ هم كاين ثم ائمه نتاعهم اللي قالوا نعم للمثليه، لكن هؤلاء قالوا انه المثليه اصبح واحد يقول المثليه ما عندناش في الاسلام يعتبر متطرف على سبيل المثال. والموقف موقف ماكرون، ما دام راك وسعت الحديث فيه، موقف ماكرون واضح. موقف ماكرون قال انه معليش للرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما بعض الصحفيين يرسموه، وتذكر ان واحد مغربي كاريكاتيريست مغربي رسمه بشكل هكذا ما عجبش ماكرون، تدخلت السفاره الفرنسيه في المغرب ل طيب. نعود الى تونس، وسؤال حول تونس وقيس سعيد الوطني والقومي كما وصفه تبو. باش نعود لتونس، اولا صرف من اموال الشعب الجزائري اكثر من 450 مليون دولار، واعطاها في دعم مباشر مادي مباشر لانقلابي، انقلب على الدستور اللي جابوا اطاح به وبدلوا بدستور اخر، البرلمان اللي كان موجود اطاح به وخلقوا ما فيش برلمان، القضاء قال انه هو واطاح بمجموعه كبيره من القضاة، وهذا بدعم اماراتي فرنسي سعودي مصري لقيس سعيد. هم ارادوا ان يقول لك احنا ثاني ندخلوا باش ناثروا في الاتجاه، لكن باي معنى؟ قيس سعيد حسم اموره، وانت لن تستطيع لا في الناحيه السياسيه ولا من الناحيه الماديه ولا من ناحيه المال ان تكون بالقوه اللي هي تاع الامارات وتاع السعوديه، هذا من جهه. من جهه اخرى عندما تمدح قيس سعيد اللي قبل 4 أيام بهدلات الانتخابات بهدلة رهيبة، لكن هذا لا يستغرب من تكون، فهو البرلمان اللي راه موجود في الجزائر اليوم 5.20% الفلان ادى 98 مقعد ب 267 ألف صوت، 98 مقعد يعني تقريبا ربع المقاعد أو خمس المقاعد. فهذه أنظمة متشابهة، وسقوط العصابة عندنا لن يكون بعيدا، سواء يسبقهم قيس سعيد ومن معه او بعدهم او قبلهم، مش بعيد. والحقيقه ان كل المنطقه العربيه كلها راهي على كف عفريت وراهي على بركان حقيقي، سواء في مصر او في تونس او في الجزائر او في بلدان اخرى. محمد العربي زيتوت دبلوماسي سابق كنت معنا عبر خدمه سكايب، شكرا لك. قبل ان نعود للنقاش فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نتوقف فيها عند تصريحات تبون المثيرة للجدل مرة أخرى في حواره التلفزيوني الدوري الأخير، بينها قوله إن العام المقبل سيتوج بانضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس. طبعا من العناوين في هذا السياق سياق اقتصادي، تبون تحدث عن استرجاع 20 مليار دولار مما أثار الحيرة والتساؤلات عن هذا المبلغ المهول الذي تم استرجاعه من العصابة. نتابع في الداخل هنا كذلك فيما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار، هذه رجعناها. ورقم شفتوا انتم الحيل، علاش انا منين نقول الجزائر الجديدة؟ الجزائر الجديدة على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها، باش 3 سنين من بعد تكتشف أمور اللي كانت خافية، سي غراف. اكتشفنا والمواطن شاف. بالنسبة لواحد من اللي يهمهم الأمر، سيارات فخمة وماهيش غير سيارة ولا اثنين، مئات. إذن أعتقد أن في الداخل تغلبنا على باقي المال مخزن كيلكو بار في ليكاف ولا في كذا، أنا معاه وعنده حل آخر. كان في حل آخر.
طبعا وتبون كذلك تحدث عن العلاقات الدول الأوروبية بشكل خاص تساعد السلطات الجزائرية في استرجاع الأموال في الخارج. طبعا هذا المبلغ المهول أثار الكثير من التساؤلات والجدل، ورد وزير العدل اليوم في البرلمان رد على المشككين في هذا الرقم، وأكد أنه الرقم ربما أكثر حتى من 20 مليار دولار. يقول نتاب، وهي أرقام قريبة جدا من الواقع وسأوضح كل هذا. وعشرين مليار ما هو إلا رقم أولي، ما هو إلا تقييم أولي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية، والرقم مرشح للارتفاع. على من الغد ممكن الرقم هذا يترشح؟ لأن في انتظار أحكام وقرارات نهائية كل ما نمشي لعملية الاسترداد، وبالتالي الحصيلة مرشحة للارتفاع في كل حين. سعد كرميش، ما رأيك؟ وزير العدل يؤكد يعني بالنسبة لي 20 مليار، لم يقول بالمناسبة دولار أو دينار كما قال الرئيس، تبون قال 20 مليار دولار. هذا المبلغ طبعا مبلغ مهول، يقول تبون تم استرجاعها من أموال العصابة. الوزير العدل واثق كذلك أن ربما العدد أكبر. لو كان جاء عندنا عدل وعندنا وزير عدل يفتح تحقيق، وأول واحد يستدعيه للتحقيق هو تبون، لأنه قال أنا نعرف أموال وراهي وين راهي الأموال. وظيفة تبون مش هو اللي يجيب الأموال، يعني القضاء هو اللي يجيب الأموال. يعني لو كان فيه عدل وفيه قضاء، أول واحد يستدعى للتحقيق هو تبون، لأنه أعلن صراحة أنه يعرف الأموال وين راهي. دوك ولا يقول الأموال راهي في كاف و20 مليار دولار. إذا كان استرجعت 20 مليار دولار، علاش الميزانية فيها عجز ب42 مليار دولار؟ هذو أرقامهم لا تشبه إلى شيء ولا يعتد بها، وهي أرقام يعني كما يقولوا بالعيب بالدارجة، يعني خرطي في الخرطي. لو تشوف انت يقولوا وكل ارقامهم يعني للاسف مش تبون برك. علاش يعني قلت لك انا خطره سميتها قبيله بني كذبون؟ لانهم كلهم يكذبوا، مش يعني جاء واحد يكذب، الوزير يكذب والوالي يكذب ورئيس الوزراء يكذب وتبون يكذب وتاع الجيش يكذب، يعني هما قبيله كامل متفاهمين على هذا الشيء. انت لو تشوف يا الاستاذ جمال، يقولوا ما داخل النفط 46 مليار دولار، نقولوا 50 مليار دولار، هذه ارقامهم. ثم يقولوا فاتورة الاستيراد 37 مليار دولار، يعني إذا نحينا 50 مليار دولار نحينا 10% اللي تأخذها، هما مفروض يأخذوا 20% اللي تأخذها الشركات النفط بما فيهم سوناطراك، تبقى 40 مليار دولار. 40 مليار دولار هي فاتورة الاستيراد. وين هما يقولوا في قانون الميزانية، في قانون المالية 2023 يقولوا بأن احتياطي الصرف راهو 40 مليار دولار، وفي آخر 2023 راح يكون 60 مليار دولار. بعد أسبوع فقط قالوا لا، احتياطي الصرف الآن راهو 60 مليار دولار. منين زادت تحت هذيك 20 مليار دولار؟ يقال أنها من صندوق ضبط الإيرادات. صندوق ضبط الإيرادات هذا مفروض من داير باش يعني يسد العجز تاع الميزانية. طيب سيدي، الميزانية فيها عجز ب42 مليار دولار، علاش 20 مليار دولار هذه ما يضخوهاش يسدوا بها العجز في الميزانية حتى يزيدوها احتياطي الصرف؟ يعني لو تهز احتياطي الصرف كامل اللي عندهم لو يصرفوه على سد عجز في الميزانية راح يخلص غدوة. طيب خلينا نسمع سعد كرميش لو تكرمت انضم إلينا في النقاش. سيد محمد الداوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان سابقا ومن عام حزب الكرامة. سيد محمد الداوي، ما رأيك؟ هذا المبلغ 20 مليار دولار مبلغ مهول يقول كثيرون، وزير العدل يؤكده. يعني 20 مليار دولار سعد كرميش يقول حلت، يعني هذا مبلغ كبير. لماذا هذا العجز الكبير في الميزانية؟ 43 مليار دولار، 42 مليار دولار. سهلا أخي جمال، تحية ليك ولأستاذ سعيد ولكل من يتابعنا على المغاربية. دعني في البداية، ونحن نعيش اليوم 27 ديسمبر اللي هي الذكرى 43 لرحيل الرئيس الراحل هواري بمدين، نسأل الله له الرحمة والمغفرة إن شاء الله. في أيضا يعني أثمن عاليا اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد رئيس الجمهورية مجيد تبون مع
الصحافة الوطنية والتي يعقدها بلغة بسيطة يفهمها كل الجزائريون، والتي هي نعتبرها مصدرنا الرسمي لتزويد الجزائريين بأحوال بلدهم وبكل ما يعنيهم في شؤونهم الداخلية والخارجية. الرئيس تعرض في الندوة الصحفية إلى كثير من الجوانب، وتركيزا على سؤالك المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة واللي تعهد بها الرئيس تبون في حملته الانتخابية لما كان مرشحا، وقال أنا أعرف الأموال، حتى أنني أتذكر قالت له أسكت خبر على مكالمة تبون عليها، قال لها ما نقدرش نتكلم الآن. الرئيس يعني طمأن الجزائريين أنه تم استرجاع 20 مليار دولار اللي هي في الداخل، وأشار إلى الحجم الكبير السيارات التي شاهدها الجزائريون على التلفزيون العمومي. يعني لا يمكن أننا نشكك في رئيس انتخبه الجزائريون والآن يارس في المهام بتاعه. أخي السعيد قال يعني لماذا يعني الميزانية تعاني عجز والجزائر استرجعت 20 مليار دولار. أعتقد أنه لا يخفى على أحد أنه ليس من السهل أن لما تسترجع أموال ضخم مباشرة في الميزانية، فيه أحكام وفيه يعني تنفيذ وفيه يعني ميزانيات وأمور معقدة جدا. يعني أنت سيد محمد الداوي تجد المبلغ 20 مليار دولار مقبول منطقيا؟ منطقيا، لأننا حجم الأموال التي اقترضها هؤلاء الذين سجن بهم في السجن، التي اقترضوها والتي استولوا عليها، شفناها يعني واطلعنا على الوثائق وعندنا معلومات. يعني حتى في محاكماتهم العدالة صرحت بتلك المبالغ المهولة وصرح بها على التلفزيون العمومي، وبالتالي فشيء طبيعي، بل نعتقد أنه أكثر من هذه الأموال. يعني المبلغ يفوت 20 مليار دولار، وأشار السيد رئيس الجمهورية إلى هذا، قال هذه أموال الداخل، أما أموال الخارج فقال مازال فيه يعني اتصالات مع الدول التي تربطنا بها علاقات والدول التي تصلح قوانينها باسترجاع هذه الأموال. قال يعني هذه مرحلة أولى، ومثل ما تفضل وأكد ذلك السيد وزير بعد، قال بالليل رقم مرشح للزيادة، وفي كل مرة سيكشف للجزائريون، لأنه ليس من السهل أنك تسترجع هذه الأموال. إذا نزيد نواصلوا في الموضوع، أنا اسمح لي يعني كنت متابع فيكم وتكلمتوا على قضية صور الغاز وقضية الكهرباء. فيعني نسبة الكهرباء الآن في يستفيد منها الجزائريون تتجاوز 98%، النسبة الوطنية تتجاوز 98%. مع ذلك نسجل يعني مع كل من سبق نسجل أنه مازال فيه بعض السكان في الجنوب وفي الأرياف وفي الجبال مازال ما راح يتمشي الكهرباء، وهذا شيء لأنه يعني تكلمنا على نسبة 98%. يجب أن نعترف أنه مازال فيه بعض الجزائريين أنهم في حاجة إلى الكهرباء، وبالتالي فنحن نفضل في حزب الكرامة أنه لما نغطي النسبة الداخلية 100% لاستفادة الجزائريون، حينها فقط نستطيع أن نتكلم على استيراد الكهرباء للدول التي تربطنا بها علاقات وتربطنا بها يعني اتفاقيات وصداقة وغير ذلك. إذا سمحت أخي جمال، أنه كنتم تتكلموا على قضية البريكس، فالجزائر في موضوع الانضمام إلى بريكس، وتكلم عليه السيد رئيس الجمهورية، فيه مصالح مشتركة بين مجموعة البريكس اللي هي تضم خمس دول: البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا. ففيه مصالح مشتركة بين هذه الدول. نحن نعرف أنه حجم الجزائر، حجم الإجمالي، الدخل الإجمالي للجزائر واقتصاد الجزائر لا يقارن بهذه الدول، ونحن انضمام الجزائر لهذه الدول هو تحفيز للجزائر من أجل أنها تحذو حذو هذه الدول. يعني إن لم تستطع أن تصل إلى من هو أفضل منك، على الأقل تتشبه، وعلى الأقل تكون فيه تحفيزات لاقتصادك أن تلحق هذه الدول. نحن نعلم أنه الصين في نهاية 2022 ستغلق مبلغ 20 تريليون في حجمها الداخلي. الآن روسيا 1.7 تريليون، والتريليون هو 1000 مليار يعني دولار. ربما أقل دولة فيها هي جنوب أفريقيا، عندها 370 مليار دولار. يعني الجزائر، يعني نحن لا نتمنى أن تكون الجزائر هي الدولة الأضعف، ولكن على الأقل لما نتشبه ونحاول نحفز اقتصادنا واقتصاديينا وشركاتنا واستثمارنا أن نصل
الى لما يعني تمشي مع الكبار تكبر مثل ما يقول. فما هي الفائده اللي تجنيها الدول هذه روسيا والصين وغيرها من الجزائر؟ يعني لا يخفى على احد انه هذا ما يجوناش على سواد عيوننا، ولكن يجونا من اجل الموارد والطاقه اللي عندنا اللي هي معتبره، يجونا من اجل موقعنا الاستراتيجي، يجونا من اجل اننا بوابه افريقيا. طيب على ذكر افريقيا وموقع الاستراتيجي والطاقه، نسمع تبون وحديثي عن مشروع الغاز من نيجيريا عبر النيجر الى اوروبا. دراسه تقريبا انتهت، الاشغال هي دي ترانسا، احنا ما طرح لنا حتى مشكل بالنسبه للحدود مع النيجر، وحنا متفاهمين مع الاشقاء في النيجر باللي احنا اللي نبنيو الترانسون اللي من نيجيريا حتى الحدود الجزائريه. هو مليح، مشروع هايل، نتمنى يتحقق لان فيه بتي بارازيتاج كلكو بار، مي الواقع يفرض نفسه. سعد كرميش يقول فيه بارازيتاج ويقصد المغرب، يعني طبعا المغرب كذلك يزعم بانه يمشي في اتفاق مع نيجيريا لمد هذا الانبوب كذلك. فيما يخص الانبوب تحليلي واضح، انا على قناعه تامه ان الانبوب لن يمر لا على الجزائر ولا على المغرب. انا على قناعه تامه ان الاوروبيين تجاوزوا يعني الحديث عن انابيب النفط وانابيب الغاز، لانها ولات تشكل لهم يعني شونطاج، تعمل لهم الدول يعني يوقف له الانبوب. يعني هم صرفوا نور ستريم هذا برك مع روسيا، صرفوا عليه 12 مليار دولار، والانابيب الان راهي متوقفه، واوروبا سوف لن تعود لقضيه الانابيب. يعني في حتى شونطاج داخل الدول الاوروبيه نفسها، واحنا شفنا الانبوب اللي كانت حابه تفوت اسبانيا بحكم انها تميع الغاز، تفوت اسبانيا عبر فرنسا لالمانيا والمشاكل اللي صارت فيه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى الانبوب هذا ما كانش شكون يموله، يعني لا المغرب قادر يمول الانبوب، ولا الجزائر قادره تمول الانبوب، ولا الاوروبيين رايحين يمولوا الانبوب. ولكن تبون يتحدث من ثقه انه الشطر الجزائري حتى فيما يخص النيجر الجزائر تتكفل به فقط نيجيريا، ثم كان في تصريحه طويل قال بانه دول بريكس مرحب بها في الاستثمار على الخط، هذا خط القطار حتى يعبر نيجيريا وينزل حتى الجنوب افريقيا. يعني طبعا الجزائريون علقوا اين مشروع طريق القطار السريع بين الجزائر وتمرست اولا. شوف انا قلت لك تبون يهدر برك خليه يهدر برك، يعني بكر يقولوا خليه يخدم، احنا نقولوا ذك خليه يخرج، لانه ما عندوش ما يمدش هو ارقام وموش مسؤول عن الارقام اللي يمدهم، يعطينا ارقام شحال يكلف هذا انبوب الغاز، ثم انه الوقت يعني 3 سنين او 4 اوروبا تكون وجدت بدائل، والغاز الان موجود، كما نقولوا احنا لا توندونس كما يقولوا بالفرنسي تاع الاوروبيين الان فيه هذه المصانع الغاز العائمه، يعني هي اقل تكلفه ويمكن تامينها بسهوله، مصانع عائمه تحول الغاز الى جيانات ثم توصله لاوروبا. وحتى نيجيريا بحكم وجودها يعني مع المحيط، عندها إطلالة على المحيط الأطلسي، والمحيط الأطلسي مؤمن جدا، ولذلك الأوروبيين يعني رايحين يستعملوا هذه الطريقة. ثم تأمين هذا الأنبوب، حتى وإذا فرضنا هذو هبلوا وخسروا سوارد وراحوا داروا الأنبوب بين الجزائر ونيجيريا، الأوروبيين ما يمشيوش معهم. أنت تعرف الأستاذ جمال، يعني نعطيك أرقام صادمة على نيجيريا. نيجيريا تنتج 3.5 مليون برميل يوميا، الأغلبية 2.5 ملايين، يعني تستهلكها يعني حكومة نيجيريا حكومة أكثر عبثا من حكومة الجزائر، تستهلك حوالي 2 ملايين. طيب. نيجيريا كانت تصدر 1.8 مليون برميل في اليوم، تعرف نيجيريا الأم تصدر حوالي 1 مليون برميل، وين راحت 800؟ لأن هناك عمليات سرقة يعني اللي للقصة معروفة، البترول في نيجيريا. نعم جمال، الحكومة النيجيرية مش قادرة تسيطر على أراضيها، التقديرات تقول أنه حوالي 700,000 برميل يوميا تنهب من النفط النيجيري ولا أحد. وهناك ميليشيات وحرب أهلية ويعني قصة طويلة، خلينا نسمع رأي السيد محمد الداوي فيها. اسمح لي برك، إذا نيجيريا
مش قادرة تأمن الأنبوب بتاع الغاز داخل أراضيها، فما بالك يفوت على النيجر ولا على صحراء إفريقيا ويلحق للجزائر، من يؤمن هذا؟ طيب خلينا نسمع السيد الداوي، ربما عنده فكرة، عنده رأي آخر. تفضل سي محمد. والله أستاذي الفاضل أستاذ جمال، أنا أعتقد أنه يعني مشروع على مستوى هذا الحجم وتكلموا عليه يعني خبراء وتكلموا عليه سياسيين، فبالنسبة لقضية التمويل سبق وإن سمعنا بأنه الجزائر تتكفل بما يقارب بال 35% يعني نسبة التمويل تاع هذا الأنبوب اللي هو نظن قدر ما بين 20 إلى 30 مليار دولار. أيضا يعني فيه البلد الأصلي لنيجيريا نسبة يعني النسب تقسمت على الدول المستفيدة من هذا في قضية التمويل، وبالتالي التمويل لا يطرح أساسا. بالنسبة للمخاوف الأمنية اللي تفضل بها الأستاذ سعيد، هي مخاوف يعني مشروعة في قضية بوكو حرام وكذا، ولكن لا أعتقد أنه مشروع استراتيجي كما هذا ويخسر فيه مبلغ مالي كبير بملايير يعني عشرات الملايير من الدولارات أنه لا يؤمن. بالنسبة لنا يعني في الجزائر ما هوش مطروح مشكل الأمن بتاتا، لأنه الآن الحمد لله الجزائر متحكمة في أمنها ومتحكمة في حدودها، فأعتقد أنه الجانب هذا يعني ما يكونش فيه تلاعب، وبالتالي هذا راح يتحط في وضعه ويكون مفيد، لأنه بالنسبة أيضا للجزائر هو قضية تحدي مثل ما تكلم سيد رئيس الجمهورية كما تكلم عن البارازيت يعني على التشويش اللي راح يجينا يعني من الجهة الغربية بالخصوص. أيضا بالنسبة للأوروبيين ما يستثمروش أموالهم ويعني بدون أنهم ما يحموش هذا الأنبوب، وهم في حاجة إليه لأنهم تعرضوا لكثير يعني من الهزات، خاصة بالنسبة للحرب الموجودة الآن في أوكرانيا وروسيا اللي قطعت يعني تمويلها بالغاز. فالسيد الرئيس تكلم على قضية مضاعفة الإنتاج نتاعنا، احنا بإمكاننا فعلا، لأننا الآن الجزائر تنتج ما يقارب من 130 مليار متر مكعب، ربما يعني ثلث هذه النسبة يضخ من جديد في الأرض من أجل الاستخراج. طيب. ولكن النسبة المقصومة يعني 50% اللي نحتاجها للاستهلاك الداخلي و55% تقريبا رانا نصدرها، إذا استطعنا أننا في الجزائر نزيد الاكتشاف ونزيد نطور التكنولوجيا نتاعنا، بإمكاننا أننا نضاعف نسبة الغاز، وإذا كان ضعفناها معناها مداخيل جديدة للجزائر تمكنها من الاستثمار أكثر وتمكنها أنها من الدخول كشريك محترم لمجموعة البريكس. يعني طيب. أقول فقط فاتتني يعني في قضية الغاز، في قضية الكونتور تاع الغاز تاع الكهرباء اللي تفضل أحد الإخوة وقال يعني الجزائر كانت تقص في الكونتور تاع الكهرباء على المواطنين، أمانة لله أخي جمال أنه الجزائر ما قصتش الكونتور تاع الغاز على الجزائريين، خاصة في عز الكورونا والله نقولها لك بكل صراحة أنهم أجلت الديون والناس أصبحت ما تخلصش الكهرباء وصول الغاز ما قطعتش، وفي الفاتورة تجيك هامش يقول لك أنت عليك دين كذا، وبالتالي هذا من باب الأمانة فقط مش هزيه، لأنه ولكن اللي كانت هناك كثير من الاحتجاجات أنت في ورقلة حلوة غلاء الكهرباء وانقطاع الكهرباء خاصة في الصيف. لا الغلاء موجود أخي جمال، إحنا كحزب سياسي ما نغطيش الشمس بالغربان، غلاء الكهرباء كنت أنا من بين الذين طالبوا أننا نوزع الكهرباء مجانا في 3 أشهر تاع الصيف، نوزع الكهرباء مجانا في الجنوب خصوصا الاستهلاك غالي والكهرباء غالية ونحتاج كهرباء في الجنوب، ولكن أمانة أنه حتى في عز الكورونا قلت لك الدولة ما قطعتش الكهرباء. طيب جميل، التوضيح واضح، أشرت إلى المغرب. نسمع رتبون على هذا السؤال، يسأل عن معلومة تتحدث عن توسط ملك الأردن الذي زار الجزائر استقبله تبون مع بلد آخر، في إشارة واضحة إلى المغرب. نسمع تبون وما يقول. ظالمينه والله لا ظالمينه، إنسان طيب، إنسان لا ما شوف ما ذكر لي حتى دولة، ما جاء على وساطة ولا تكلم على وساطة لا هو ولا غيره، ما الناس تتأول وتدير احنا لازم يعرفوا الجزائر مليح، لما تكون شي حاجة الشعب الجزائري أولى بالمعلومة، كون كانت فيه وساطة أنا نقولها للشعب الجزائري وما ندركش عليه. وفي اللقاء مع مسؤول من مسؤولي العرب قال تكلمنا وتكلم على الوساطة وقلت له بلي ما كانش
الأمور فأن أعتقد أن الأمور تجاوزت مرحلة الوساطة. تقدمنا في سيد محمد الدوي ما رأيه؟ تبون والوساطة مع المغرب وظلموه ملك الأردن يا. والله أستاذي الفاضل أعتقد أنه هذه حكاية الوساطة يعني ليست لأول مرة تطرح قضية الوساطة. فقد قيل أن الوساطة ذكرت أطراف أخرى من قبل يعني منذ 3 أشهر أو 4 أشهر والجزائر كان موقفها واضح. وأعود أكد يعني السيد الرئيس قال أنه ملك المغرب هو مظلوم الآن ملك الأردن مظلوم يعني ما جاء على الوساطة وقالها من قبل يعني قال نحن نرفض أي وساطة جينا في هذا الموضوع لأنه الطعنات المتتالية للمخزن يعني لنظام المخزن في الجزائر يعني طعنات رغم التحذيرات الجزائرية ورغم أننا لما رحنا إلى قطع العلاقات ما رحناش مباشرة إلى قطع العلاقات رحنا لاستدعاء استثمار إلى إجراءات أولية ولكن للأسف الحكومة المغربية مشات فيها التطرف وبالتالي الرئيس يعني كان رد حاسم قال ما فيه ولا وساطة والأمور تجاوزت الوساطة ولن نقبل الوساطة وبالتالي يعني نخلو هذا الموضوع نتاع حكاية المغرب هذا نخلوه للزمن ونخلوه للأجل لعل يعني تكون فيه شيء آخر. أما الآن فالأمر محسوم وواضح لأنه المملكة المغربية راحت إلى أبعد الحدود وما هيش راجعة في هذا الأمر للأسف. من الآن نسمع في بعض الأبواق في المغرب يعني تثير البلبلة وتثير التطرف في هذا الموضوع وذاهبين إلى أبعد من ذلك. طيب سعد كرميش ما رأيك؟ نعم والله إذا جينا نتكلم على الغاز يعني أنا قلت لك يعني شركة سونار الغاز راهي تأخذ الغاز شبه مجاني ورغم ذلك راهي ديفيسيتير. أنت تعرف الجزائر يعني في العشرية الأخيرة انتقل نسبة الاستهلاك الداخلي تقريبا الإنتاج انقص والاستهلاك الداخلي زاد يعني حوالي من 30% إلى حوالي أكثر من 50% هذا يستهلك داخليا. لما يقولوا أنهم راحين يزيدوا الغاز الإيطاليا نعم يزيدوا الغاز الإيطاليا لكن على حساب من؟ أنا عندي معلومات أنه مصانع الغاز التي تقوم بتمييع الغاز إلى الشيانات لا تشتغل بطاقتها القصوى حوالي 20 أو 30% والسبب أن الكميات التي كانت موجهة للتمييع ولا تروح للأنبوب وتباع لإيطاليا بأرخص الأثمان لأنه الجيانات يباع في السوق الدولية في السوق سبوت ويجيب إيرادات أكثر ولأنهم يريدون يعني مثل ما عملوا مع الإسبان فقط يحبوا يربحوا الملاحة مع الطليان زودوا لهم في الغاز تاع الأنبوب على حساب الجيانات والجزائر تفقد أموال ضخمة على يعني جراء هذا الإجراء العبثي. لما يتكلم على 20 مليار دولار يقول لك الناس شافوا عدد السيارات يعني 20 مليار دولار أستاذ جمال لو تجيب منتوج هيونداي وكيا ومرسيدس تاع عام كامل 20 مليار دولار يعني وش تعد السيارات تعرف 20 مليار دولار هي قيمة زوج ملايين سيارة ولذلك يعني هذو يحبوا يغلطوا الناس أنهم شافوا سيارات كانوا في جاراج قال لك هذه 20 مليار دولار يعني اللي يحب يقول يعطي أرقام يعني مدققة على المحجوزات مثلا. طيب سعد كرميش الوقت يضغط علينا وأريد أن نسمع هذا التصريح من تبون حول العلاقة مع فرنسا نتابع بالأخص آخر لقاء وذا أخذنا خطوة كبيرة يعني حتى من ناحية التبادل الأمني من ناحية كذا. سيادة الرئيس على ذكر التبادل الأمني لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا يتم تنظيم اجتماع أمني تنسيقي على أعلى مستوى. ما هي دواعي انعقاد هذا الاجتماع وش ناقشته في الاجتماع؟ الأمور للجد كما يقولوا قاش في هذا دولة وإحنا دولة عندك الجهة الأجهزة نتاعك عندي الأجهزة نتاعي ما نقبل لكش المضرة ما تقبل ليش المضرة. سيد محمد الدوي ما الذي تغير الآن سمن على عسل العلاقة مع فرنسا؟ طبعا كان يقال بأنه أول تنسيق أمني طبعا هناك من يحاجج أنه بالعكس التنسيق كان دائما اليوم 27 ديسمبر كان هناك تنسيق في مثلا الفرنسي أمني
جزائري في الانقلاب على أول انتخابات حرة تشريعية في تاريخ الجزائر مثلا. تبون يتحدث عن ماكرون أنه يعني صديق جدا، بينما ماكرون كان يصف قبل عام فقط تبون بأنه عالق في نظام عسكري سياسي. السياسة على هذا المستوى هي قضية مصالح، يعني ما فيهش أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون. بالنسبة لماكرون كان يتكلم يعني ويطعن في الجزائر ويطعن في رئيس الجزائر نتيجة مصلحة، نتيجة حملة انتخابية. بعد ما نجح ماكرون وقالها السيد الرئيس يعني في الندوة نتاعو، قال يعني فرنسا خرجت يعني من عباءة تلك الدولة القوية، الدولة اللي لازم تكون هي شرطي البحر الأبيض المتوسط، الدولة اللي هي تفرض سيادتها علينا وتشوف فينا مستعمرين. وإحنا قال يعني خرجنا من قضية الدولة الاستعمارية وكانوا نتعامل بالمادية. أنا سبق لي أنني قلت لك واحد العبارة شعبية على المغاربية، قلت لك الجزائر هي يعني تمارس الضرب والفرعين خاصة مع فرنسا. فأنا أكررها اليوم أن فرنسا خلاص عرفت باللي الجزائر تموت جوعا ولا تمد يدها، يعني تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها. وبالتالي فأعتقد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية الآن رجعت لصوابها، خاصة شفنا زيارة الوزيرة أو رئيسة الحكومة الإسبانية، شفنا وزير الداخلية عفوا مش الإسبانية الفرنسية، شفنا أيضا مؤخرا زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر مستقبلا من طرف الرئيس تبون. طبعا تبون الذي كان انتقده وهجمه وصفه بموسى درمانه الآن سمن على عسل كذلك. للأسف هذه هي العلاقات الدولية وهذه هي الدبلوماسية. الآن موضوع التأشيرة تكلموا عليه اللي يحبوا يضيقوا فيه على الجزائريين. الرئيس تبون تكلم قال أنا عندي 5 مليون أو 6 مليون جزائري عايشين في فرنسا لازم نراعي. طيب 5 ملايين 6 ملايين جزائري، هل تجد بالمناسبة معقولا منطقيا أنه 5 ملايين جزائري الجزائر تستورد الموال المنتجات الحلال واللحوم الحلال الآن من فرنسا، ومسجد باريس هو الذي يعطي وسم الحلال؟ هل تجد هذا منطقيا معقولا الجزائر تستورد اللحم الحلال بكل جدل حول مدى أنه حلال في فرنسا والمنتجات الحلال من فرنسا؟ لا، قضية الخمسة مليون العدد ربما أكثر من 5 مليون، يعني بعض الدوائر تصل إلى 7 مليون جزائري اللي راهم متواجدين في فرنسا، يعني الرقم هذا ما فيه حتى تشكيل. لنقول 10 ملايين، لماذا تستورد الجزائر اللحم الحلال منتجات الحلال اللي تقول إن عندها دولة؟ 10 ملايين يا سيدي 7 ملايين جزائري في فرنسا، لماذا تستورد الجزائر من فرنسا اللحم الحلال والمنتجات الحلال؟ بكل أستاذي الفاضل بكل أمانة احنا كنا من الذين يدعون الى تنويع الاستيراد اللحوم. لماذا لا نتجه الى افريقيا؟ لماذا لا نتجه الى السودان؟ وقد صرح يعني السفير السوداني بهذا وقال بامكانيه انهم يوصلون اللحم الى الجزائر ب60,000. للاسف الان اللحم فعلا غالي في الجزائر ونحن على ابواب رمضان ووصل الى 2000 دينار. وكنا من بين الأحزاب السياسية اللي في لجنتنا المركزية الأخيرة اللي قمنا بها في الجزائر تكلمنا عن هذا الموضوع وناشدنا السيد رئيس الجمهورية بحتى أننا لا نخضع لتضخيم الأرقام، لأن بعض الوزراء للأسف يضخم الأرقام وبالتالي يتلاعب بقوة الجزائريين. فقلنا يعني في بياننا الختامي أنه لا بد من حماية القدرة الشرائية للجزائريين. شفنا كثير من القدرة الشرائية في جوانبها اللي تحكموا فيه في قضية الزيت وفي قضية السميد وفي قضية السكر وغيره، ولكن في موضوع اللحم لا بد من تدخل قبل وصول رمضان وقبل أن تصل يعني السكين إلى العظم. نسمع الآن آخر تصريح، الوقت يداهمنا، من تصريحات تبون عن العلاقة مع السعودية والأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي ولي العهد السعودي. فيه هو كان باش يزور قبل، كان باش يزور حتى قبل اجتماع القمة العربية، أنا ننتظروا فيه بلاد ومرحبا به، وقت ما بغى يجي مرحبا به. علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقة طيبة جدا 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 جدا. حتى لما مشيت في زيارة سيد محمد الداوي، تعليق قصير لو سمحت في دقيقة لو تكرمت، ما رأيك؟ طبعا هذا السؤال جاء على خلفية عدم حضور محمد بن سلمان للقمة العربية، ذلك الفيديو الذي ظهر في قطر المثير للجدل بينه وبين تبون وغيرها. نعم،
استاذ جمال، انت تعرف انه الدبلوماسيه الجزائريه يعني في بدايه الاستقلال يعني كانت قويه الى 20-25 سنه. للاسف في سنوات الارهاب وفي السبع سنوات الاخيره البوتفليقه تراجعت الدبلوماسيه الجزائريه، وصلت الى مرحله الانعاش ان لم نقل يعني الغيبوبه. الحمد لله الان الدبلوماسيه الجزائريه استعادت بريقها، واصبح وزير الخارجيه الجزائري يعني يجول العالم شرقا وغربا يعني، وحتى في افريقيا وحتى في كل يعني في كل الجهات. بالنسبه ايضا الرئيس تبون اصبح يعني زار كثير من الدول العربيه، ولكنه لم يزر لحد الساعه بعد ثلاث سنوات اي ولايه جزائريه بمعنى الفعل. زار وهران، زار وهران بمناسبة الألعاب البحر المتوسط، والتقى ببضعة أشخاص فقط، وسيلتقي بالجزائريين وبكل ولايات الوطن في سنة 2023 لتدشين الإنجازات التي الآن هي مرصودة والتي هي في طور الإنجاز. أما إجابة عن سؤالك في قضية السعودية، فتعرف بأنه تأجيل زيارة محمد بن سلمان للجزائر في منذ حوالي 6 أشهر يعني أثارت كثير من الحبر. عدم مجيء محمد بن سلمان في جامعة الدول العربية أثار كثير من الحبر، حتى ربما التعليق اللي وقع في مر في قضية اللقاء تاع الفانسات تاع البيئة أثار كثير من الجدل. الآن الرئيس يقطع أي شك ويقول يعني مرحبا بمحمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان في الجزائر، والجزائر يعني بلد ثاني ومرحبا به. وانت تعرف انه العلاقات على هذا المستوى لا يمكن انها يصرح بها ويقال كل شيء على الاعلام. شكرا جزيلا لك سيد محمد الداوي، عضو لجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان سابقا من عام حزب الكرامه. سعد كرميش نختم معك، ما رايك العلاقه مع فرنسا؟ كنا نسمعه لمحمد بن سلمان، وسيد الداوي يقول الدبلوماسيه الجزائرية عادت بقوة، وتبون ترقبوا 2023 تبون عنوان الحلقة الجزائر تنضم للبريكس. شوف بالنسبة للسعودية هذه الأنظمة، أنا قلت لك كلهم يتشابهوا بعضهم. السعودية كما مولد السيسي لما عمل الانقلاب هي نفسها اللي مولد نزار، وشفنا لما راح نزار وش قال في الكتاب تاعه في المذكرات تاعه، يعني اعطاله ملك السعودية 3 ملايير دولار. وين كاين الشر وين كاين يعني أنت تشير هنا إلى طبعا بالمناسبة 27 ديسمبر إلى مذكرات خالد نزار اللي قال له الملك فهد حينها، أعطى موسى أموال حينها، وعليك بالعصا لعباسي مدني وعلي بالعاج بالضبط، كتب حرفيا هكذا خالد نزار بالضبط، حتى هكذا هم حكام العرب حتى ويتهاوشوا حتى يتقابضوا. الحاجة الوحيدة اللي يتفاهموا عليها هي تمويل الشر. انت شفتها مع قطر راحين يحتلوها وداروا عليها حصان، ومن بعد راحوا يتحضنوا في بعضهم. ما يش محال عام عامين تصيب الحكام تاع الجزائر يتحضنوا في الحكام تاع لما يجيهم امر يوليوا يتحضنوا في الحكام تاع المغرب، وهذا الاعلام البائس تاعهم كامل يولي يقول احنا خاوه. اما فرنسا، انت كنت تقول استاذ جمال على قضيه اللحم، لا صدرنا فرنسا اللحم. أسلول الجواب واضح يعني، أعطاه لك الجواب السداوي، قال لك إحنا مع فرنسا زلط وتفرعين. هذه هي سياسة الحكام في الجزائر، زلط وتفرعين. فرنسا تصدر لك اللحم لأنها تنتج أعلاف الماشية. فرنسا اللي مساحتها ربع مساحة الجزائر يعني تنتج 6 مرات ما تنتجه الجزائر، إذن هي تصدر لك اللحم. أما أنت ما تصدر لها أي علاقة مع فرنسا خارج الإطار الأمني، والإطار الأمني اللي يتكلم عليه تبون وجماعته هو أنه كيفاش فرنسا السلطات الفرنسية كيفاش يعني يغويوها باش تزير على النشطاء في الجزائر في فرنسا وإمكانية تسليمهم إلى العصابة. هذا كل ما في الأمر. لما راحت وزيرة خارجية فرنسا قبل أسبوعين أو قبل أسبوع إلى الرباط وأعلنت مساندتها لاقتراح المغرب فيما يخص الصحراء الغربية، هما يعملوا الشونتاج، راحوا عرضوا درامانا هذا إلى الجزائر، وهو وما علنوش عليها. لما تفضحت يعني خرج الخبر شفنا أنه هذا درامانا قال أنه عرضوا تبون، وهذه كارثة من كوارث الدبلوماسية. كيفاش يعني رئيس جمهورية يعرض وزير داخلية، يعني حتى ما تصرى في حتى بلد في العالم. إذن هم كل ما يقومون به هو رهن مصالح البلاد، خيارات البلاد إلى يعني الأجانب،
لشراء الشرعية. لما نحكي على الكهرباء كان يقول لك الداوي أنت تعرف، وكنت تحكي على قضية اللحم وينها مستثماراتنا الفلاحية، حتى بالإحصائيات تاعهم هم يقولوا أنه عندنا 50,000 مستثمرة فلاحية مازال ما لحقهاش الكهرباء. كيفاش أنت تصنع الغذاء باش تصنع لحم؟ وحديث أنه استيراد اللحم، وحديث أنه القطريين مهتمين بالاستثمار، شركة ولدت مع حصار قطر بالاستثمار في إنتاج الحليب في البيض، مساحة البيض 4 أضعاف أو 5 أضعاف مساحة قطر مثلا. يا أخي لو تهز مثال يعني عدد الماشية اللي عندنا احنا تفوت عدد سكان قطر، يعني هذا العبث أنه قطر يعني أنت تروح تعبث بأموالك، أنت تروح في ألعاب وهران تخسر 1,200,000,000 دولار وتخصص 100 مليون دولار للبحث العلمي. تعرف في ميزانية 2023 يقولوا أن نخصوا 0.3 مليار دولار لبناء مدن جديدة، يعني شوف العبث. يعني طيب. أنت مرتين خسرت فيه 1,000,000,000 دولار. طيب الوقت أدركنا سعد كرميش، كنت معنا من مونريال، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.